وزير الصناعة والتجارة يطلع على أول منصة حاضنة ومسرعة لنمو المقاولات الناشئة العاملة في قطاع التجارة على الصعيد الوطني، كما تابع السيد مزور بمعية من الشخصيات البارزة في مجال المال والأعمال عرضاً مستفيضاً حول هذا المشروع المبتكر. اليوم بدأت كتخلق وكتبدع وخرجوا منها وكتواكب 20 مقاولة ناشئة. المقاولات الناشئة تسعى لتطوير مهاراتها، إذ تشكل اليوم محور دينامية مهمة بالمغرب، كما تتبوأ المراتب الأولى في قطاع التقسيط العالمي. هذا البرنامج يتوخى مواكبة حاملية المشاريع من أجل تطوير حلول رقمية لخدمة قطاع التجارة، لا سيما تجارة القرب. منصة موروكان ريتيل تيك بولدر موجهة لمواكبة المقاولات المغربية الناشئة في ميدان تجارة التقسيط. هذه التجربة التي انطلقت منذ 6 أشهر وتشكل نجاحاً على جميع المستويات.